افتتح عشية يوم أمس الخميس 5 شتنبر 2024 بتجزئة البيض قرب شارع إبراهيم الرودانيك بمدينة برشيد بوتيك مودا ماب المتخصص في بيع جميع الملابس الرياضية والعصرية للرجال. السلام عليكم مشاهدين. مهم احنا دابا من محل مودا ماب بإقامة البيضي، يعني محل يعني جميل فيه كاليتي واعرة، كنصحكم تجيو وتشوفوه. كان اليوم الافتتاح كان زوين تبارك الله ما شاء الله، تنظيم داكشي واعر تبارك الله ما شاء الله عليهم. يعني وكنا محتاجين حنا كأطفال هاد السيكتور هذا، كنا محتاجين شي محل اللي يوفر لنا شي كاليتي تكون بحال هادي وان ستيل وان كام اللي تكون بحال هكا، فهمتوا؟ اليوم كان حضرنا الافتتاح ديال هذا المحل اللي خاص بالملابس الرجاليه بالي بالخصوص. كان الافتتاح في المستوى كل شيء مزيان، والمحل راه متواجد في تجزئه البيضي. مرحبا بالجميع. ويوفر بوتيك مودا ماب قائمة طويلة من الملابس العصرية والملابس الرياضية وغيرها، ووفق مواصفات تقليدية وعصرية ومن مختلف الأشكال للرجال، وبما يليق مع رغبات وأذواق الزبائن، وذلك بأثمان مغرية وجد مناسبة.